السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لحل المسائل اللي على البند الخاصة بالمشاركة ما بين أكتر من محول إن هما يغزوا حمل معين، فمدي لحضرتك في إكزامبل مثلا 3-6 مديك 2 ترانسفورمر الإس بتاعتهم متساوية اللي هي 60 كيلو فولت أمبير، وإن هو الهاي سايد بتاعك 2300 واللو سايد بتاعك 230 وشغال على 60 هرتز ترانسفورمر A و B، الاتنين شغالين في عملية بارل والبرسنت امبيدنس بيزد اون ذا انديفيدوال ترانسفورمر ريتنج، الزد اي مديها لك كبرسنت والزد بي مديها لك كبرسنت، ديترماين ذا برسنت اوف توتال بانك كارنت دروين باي اتش ترانسفورمر. هو ما ادكش اي حاجه عن البنك، فانت هتجيبها كنسبه في البنك، ما عندكش اي مشكله نبتدي اللي احنا نحل. عند حضرتك ان الاس بتاعت حضرتك متساويه والترنز ريشيو بتاعت الاثنين متساويه، مفيش مانع ان انت تحل الواي بير يونت وتطلع القيم ونحسب حساباتنا. فيلا نشتغل مع بعض. اول حاجه يفضل ان انت ترسم، فبتيجي ترسم عند حضرتك والله بتقول لي دي الترانسفورمر ايه ودي الترانسفورمر بي، التيار اللي ماشي هنا اسمه الاي بانك، من يمة اللو سايد بيبقى اسمه الاي لود وبيغذي لود معين، وادي الفي تي عند حضرتك، الفي تي اللي هي بنشتغل ريفير دي تي هاي سايد على طول، طالما ما هو اللي ما قالش تعمل ريفيرد ليه اللو سايد فده ال 2300 بتوع حضرتك. اول حاجه بنعملها اللي احنا بنروح نحط القانون بتاع المشاركه، فقانون الاي كي اهو تاني بنقول ان هو عباره عن الاي بانك نضربه في الادميتنس بتاعه الكي على الادميتنس الكليه. فتعال نجهز الحاجات دي كلها، نجهز البسط ونجهز المقام والاي كي نبتدي نجيبه كنسبه من الاي بانك. فانت عند حضرتك مدي ان الزد ايه كبرسنت بالرقم ده، يعني انت تقدر تجيب الزد باليونت، فتبقى عبارة عن 1.58 زائد ناقص 3.001 جي، وان ده بالنسبة للإيه، وتقدر تجيب لي الزد باليونت بالنسبة للبي فتبتدي تقسم على 100 برضو، فتبقى 1.09 زائد جي 3.98 ونحط 0. كده انا جبت الحاجة كبريونت. تجيب الواي اي بريونت وتجيب الواي بي بريونت، ما روحتش حاولت ليه جبت الايكوفالنت طالما الراجل بيقول لحضرتك نفس الترنز ريشيو ونفس الاس، يفضل ان انت تشتغل عادي بريونت طالما مديك الحاجه بيرسنت مفيش اي مشاكل، هتطلع نفس الناتج وممكن ان انت تجيب الايكوفالنت وتقارن النواتج. فده هتبقى على واحد على الزد بريونت للاي وده واحد على الزد بريونت للبي، بما ان انت جبتهم هتبتدي تعمل واحد على الكلام ده كله وتطلع الاله، فتلاقي ان الواي اي بريونت طلع مع حضرتك عبارة عن 29.416 والزاوية -62.3043، متنساش الوحدة بتاعت سيمنز، وان الواي بريونت بالنسبة للبي هتطلع عبارة عن 24.233 والزاوية -74.6840، برضو ما تنساش ان الوحدة سيمنز. وبعد كده بتروح تجيب الواي بي اللي هي بتبقى عبارة عن الواي اي زائد الواي بي بريونت، فتطلع حضرتك ان الواي بي عبارة عن 53.34 والزاوية -67.89 درجة، برضو الوحدة سيمنز عشان ما ننساش. كل اللي علينا اللي احنا نحط القانونين الاخر بقى اللي هو فيهم الناتج. انت عايز تجيب الاي اي، الاي اي ده اللي هيشارك بيه مش الاي اي الريتد، الاي اي اللي هيشارك بيه الاي بانك مضروب في الواي اي مقسوم على الواي بي، الواي بي كابيتال. فالواي ايه احنا جايبين ايه والواي بي اهي، تقسم الرقمين دول على بعض وتشوف هي طالعه نسبه من كام، فتطلع لحضرتك هي عباره عن 55.15 ك نسبه من الاي بانك، والاي بي هيطلع لحضرتك هو عباره عن الطرح ما بينهم اللي هو 100% ناقص المقدار ده، او لو انت قسمت الواي بي على ده هتطلع لحضرتك 44.85%. ولما بتتكلم كنسبة بتاخد الواي كماجنيتيود والواي بي كماجنيتيود، بحيث ان انت بتقسم الرقم ده والرقم دول مع بعض وتشوف النسبة طالعة معاك كام. ده مثال بس عشان يأكد لحضرتك ان انت ممكن تشتغل بريونت وتطلع نفس النواتج ما عندكش مانع. ولما بيقول ديترماين ذا بيرسنت اوف توتال بانك كارنت، ده بيبقى عايز حضرتك تجيب نسبة كل ترانسفورمر بالنسبة للاي بانك هو بيشارك بقد ايه، يعني ما بيبقاش مديك حاجة تحسب منها الاي بانك. تعال ناخد مثال كبير شوية، ف
فنشتغل على المثال 3-11 عند حضرتك في الشيت. مد لحضرتك في مثال 3-11 اتنين ترانسفورمر، الاتنين 167 كيلو فولت امبير، والاتنين شغالين على 4800 480 وشغالين مع بعض بارلل، هيغذوا هما الاتنين حمل، الحمل بتاعك 480 فولت، يبقى واضح انه هيبتدي يلعب ريفيرد تو لو سايد و200 كيلو فولت امبير، وشغال على باور فاكتور 72% ذا بيرسنت امبيدنس للترانسفورمر، ادي زد ايه وادي زد بي، مفيش اي مشكلة اللي انت تبتدي اللي انت تتعامل. انت برضو ممكن تتعامل بريونت او تتعامل اللي انت تحول، بس بما ان المسألة دي اول مرة جبنا على اللو سايد، انا هتعمد اللي احنا نحولها للإكوفلنت عشان نشوف الناس لو مشيت بالطريقة دي ما تغلطش. اول حاجة قلت لك لما بيديك مواصفات البنك بتروح تجيب التيار بتاع البنك، فالتيار بتاع البنك اللي هو بتيار اللود هو عبارة عن ايه؟ بس الاي بنك لما انت بتقول اي بنك انت باصص لها من يمة الهاي سايد، بما اننا شغالين على اللو سايد بقى فنخلي كل حدنا فنقول ساعتها الاي لود ما اقولش الاي بنك، فالاي بنك فالاي لود هتبقى عبارة عن اس مقسومة على الفي لو سايد، الاس بتاعتك عبارة عن 200 في 10 أس 3، هتبتدي اللي انت تقسمها على الفي لو سايد اللي هي 480. اشمعنى انت قلت لو سايد؟ الراجل مد لحضرتك مواصفات الحمل في اللو سايد. تاني حاجة طلب ايه هنا في المطالب؟ ذا توتال لود كارنت، ذا كارنت سبلايد بالاتش ترانسفورمر سكندري، طالما قال سكندري يبقى انا شغال على اللو سايد، فانت من هنا طلعنا الاي لود، بس الاي لود طلعته كماجنتيود، عايز الزاويه بتاعته يبقى سالب كوزاين ماينس 1 البار فاكتور اللي هو مديهولك، ويطلع عند حضرتك ان الاي لود هو عباره عن 416.666 سالب 4.3.9455 درجه. يبقى انت من هنا جبت اول حاجه اللي هي الاي لود بالنسبه لك، اللي هي اما بتعوض في القانون هتعوض عنها في تشيل الاي بنك وتحط مكانها، بس يفضل ان انت بتقول اي لود طالما قال كلمه سكندري. خلاص انت خلصت الموضوع ده، بنروح بقى نشتغل على الترانسفورمر، نحط قانون المشاركه، ما تنساش ان الاي كي بتاعت اي ترانسفورمر هو عباره عن الاي بنك اللي هو هنا هيبقى عباره عن الاي لود مضروبه في الواي كي اللي انت بتحسب عندها على الواي بي مجموع الاثنين مع بعض. فنقسم الصفحة دي نصين، نحط النص الأولاني للترانسفورمر A والنص التاني للترانسفورمر B. حضرتك عايز تجيب ايه للايه؟ حضرتك مديك ان الزد ايه بيرسنت، فنروح نجيب الزد بريونت، فتبقى عبارة عن 1 1 1 زائد 3 7 6 جي، وهنا الزد بريونت هتبقى عبارة عن 1 4 6 0 زائد، طبعا بنقسم كل حاجة على 100، ما اعتقدش ان حد مش عارف معلومة زي دي. جبت الزد بريونت، بس انت هنا كل حاجة بتبقى معمولة لحضرتك كهاي سايد. انت عشان تشتغل بقى وتجيب الزد ايكوفالنت لو سايد هتبتدي اللي انت تعوض في قانون الزد بريونت، بس تخلي كل حاجة ريفيرد تو لو سايد. فاحنا قلنا ان هو بيبقى عبارة عن الاي ريتد مضروبة في الزد ايكوفالنت على الفي ريتد، وباننا شغالين على اللو سايد فنخلي كل حاجة لو سايد لو سايد، ومن هنا طلعنا لو سايد. نفس القانون اليمة التانية الزد بريونت نأكده تاني هو عبارة عن اي ريتد على الفي ريتد في الزد اكويفلنت اللو سايد برضو. الاي ريتد لو سايد تعال نجيبه بالنسبة للترانسفورمر الاولاني، الاي ريتد لو سايد هما الاتنين زي بعض اصلا في المواصفات، فتبقى 167 في 10 أس 3 تبتدي تقسمهم على 480، يطلع الاي ريتد لو سايد هو عبارة عن 347.917 امبير، وهو نفس الاي ريتد هنا لان المواصفات هي اللي هي 347.917 امبير. خلاص انا جبت ده ومعايا المقام، يبقى اقدر اجيب من هنا الزد ايكوفالنت لو سايد طرفين في وسطين، يبقى الفي ريتد 480 تبتدي تضربها في الزد اللي احنا جايبينها الزد بريونت ونقسمها على التيار ده، ونفس الموضوع هنا هيطلع لك ان الزد ايكوفالنت لو سايد اليمه دي. نكمل في الصفحة الجاية بحيث ان احنا نوسع لنفسنا، برضو هنا بكمل على مواصفة الاي وهنا بكمل على مواصفة البي، فطلعت لحضرتك هنا الزد ايكوفالنت لو سايد بالنسبة للاي عبارة عن 5 4 0 8 7 الكلام ده كله، والزاوية بتاعته عبارة عن 73 5 5 2 7 او، والزد ايكوفالنت هنا كلو سايد هي عبارة عن 6 9 3 5 0 7 3 1 1 5 1. ممكن واحد مش مركز يقول ازاي حصل اختلاف على الرغم ان الاي ريتد هو هو والفي ريتد هو هو،
اقول لك الاختلاف جه من الزد بريونت، الزد بريونت هنا ما كانتش هي الزد بريونت هنا. بعد ما جبت ده الموضوع بقى سهل، بتروح تجيب الواي بالنسبة لللو سايد هتبقى واحد على الزد، وهنا الواي بالنسبة لللو سايد برضو واحد على الزد. هيطلع ان الواي هنا الادميتنس هي عبارة عن، اما بتقسم الكلام ده كله هو بيطلع عبارة عن 18 واحد اربعة تمانية تمانية، والزاوية سالب 73 خمسة خمسة اتنين خمسة سبعة، نفس الزاوية بس بنعكس الإشارة. وهنا الواي هتطلع عند حضرتك بالنسبة للبي هتطلع عبارة عن 14 4 0 9، والزاوية نفس الموضوع ونعكس الإشارة. بعد كده بنجيب الواي بي كابيتال اللي هي الواي اي زائد الواي بي، نجمع الاتنين دول مع بعض يطلع لحضرتك ان الواي عبارة عن 32 9 0 8، والزاوية سالب 73 و36 درجة. خلاص بعد ما انت جبت الموضوع ده عايز تجيب الاي ايه، بيبقى عبارة عن الاي لود اللي انت لو تفتكر اللي احنا جبناه من الاول اللي كان عبارة عن 416 و666، ده الاي لود عند حضرتك كماجنتيود بتاعك. بتبتدي ان انت تضربه في الواي، الواي عند حضرتك الواي ايه اللي هي الرقم ده 1 4 8، الزاوية سالب 3 كذا، وبتيجي تقسم هنا على الواي بي اللي هو الرقم ده الواي بي، وهنا دي كان ليها زاوية، الزاوية بتاعتها على ما اتذكر سالب 43 9 4 5 5. تيجي تطلع الناتج من هنا هتلاقي ان انت الواي دي الزاوية دي راحت مع الزاوية ديت، الرقم ده هينضرب في الرقم ده، وان الزاوية ديت تفضل هنا موجودة مع حضرتك. فعند حضرتك يطلع الناتج عبارة عن 234 1/10 وسالب 44، 1.4 أمبير. ده بالنسبة للإيه؟ عايز تجيب الأي بي هتبقى عبارة عن نفس الموضوع، الأي لود ينضرب في الواي بي على الواي بي كابيتال، الناتج يطلع عند حضرتك 182.57، والزاوية سالب 43 7 0 4. ومن هنا يبقى انت كده طلعت كل اللي انت عايزه. ده بالنسبة لك عشان ان هو قال كلمة سكندري، فانا حبيت ان انا امشي لك كل الخطوات بالتفاصيل بحيث ان لما يجي لك في السكندري ما تتلخبطش وتفرق ما بينهم صح. بعد كده المثال الشهير اللي هو بيجيب لك اكتر من ترانسفورمر ويقول لحضرتك هل الكونكشن ده ينفع يشتغل بدون ان في واحد فيهم يتحمل. طالما انا جبت لك سيرة التحميل رقم واحد جري، بتقسم بقى هما ثلاثة، تقسم الصفحة بتاعتك للثلاثة بتوعك، ادي الترانسفورمر الاولاني، ادي الترانسفورمر التاني، ادي الترانسفورمر التالت، وتروح تحسب الريتد لكل واحد فيهم. فتقول الاي اي ريتد هيبقى عبارة عن ايه دلوقتي، انت عند حضرتك كلهم شغالين على 2400 480 سبلاي كذا كذا كذا، وزاوية اوفرلودنج اوف ذا ترانسفورمر. الراجل هنا ممكن اللي احنا نشتغل عادي على الهاي سايد او نشتغل على اللو سايد، بس بما ان اللي انا بتكلم على احمال وهكذا بفضل ان انا اشتغل على اللو سايد احسن. فالاي اي ريتد لو سايد بالنسبه لده هتقول لي عباره عن ايه، ده 100 كيلو فولت يبقى 100 في 10 اس 3، تبتدي تقسمي على الفي لو سايد اللي هو 480، يطلع لحضرتك ان الاي ريتد هنا عباره عن 208.334 امبير. تمام. في طبعا لو انت عايز تجيب الزاويه انا يهمني الماجنتيود دلوقتي لان ده اللي انا هقارن بيه، والاي بي ريتد برضو هتبقى عباره عن 167 في 10 اس 3 تتقسم على 480، تطلع لحضرتك عباره عن 347.916 امبير. السي اي سي ريتد طبعا ده كله للو سايد عباره عن 250 في 10 اس 3 تقسمه على 480، يطلع لحضرتك 520.833 امبير. خلاص انا جبت الريتد. اشمعنى انا جبت الريتد؟ اني بقى هروح اجيب الاي اي اللي هشارك بيه واقارنه بالريتد، لو اقل يبقى تمام، واجيب البي لو اقل يبقى تمام، واجيب السي لو اقل يبقى تمام. فانت عند حضرتك مديك برضو النيم بليت امبيدنس مديها لك كبيرسنت بس كرقم، فالراجل مسهل علينا الحسابات شويه. فاحنا هنا نروح نجيب الزد ايكويفالنت. فالزد ايكويفالنت هتبقى عبارة عن مين؟ تقول لي عبارة عن الزد بريونت بتتضرب في الاي ريتد لو سايد واقسمه على الفي لو سايد. فالزد بريونت اللي هو الرقم ده 3 6 8
كده كده انا جبت البريونت قسمتها على 100 واضربها في الريتد اللي انا لسه جايبه 208 3 3 4، وبعد كده اقسمه على الفيلوسايد اللي هو 480، يطلع لحضرتك ان الزد اكويفالنت عبارة عن 8 4 7 8 اوم. نفس الكلام هنا هيطلع لحضرتك الزد اكويفالنت بالنسبة للبي اللي انت الزد بريونت بتاعتها، تبتدي تضربه في الاي ريتد بتاعها وتقسمه على نفس الفي ريتد اللي هو 480، يطلع الزد اكويفالنت للبي عبارة عن 5 5 4 6 اوم، والزد اكويفالنت للسي ده عبارة عن 3 9 1 6 8 اوم. بعد ما انت ما بنجيب الزدات بنجري نجيب الوايات، فالواي بالنسبة للايه هتبقى عبارة واحد عن الكلام ده، طبعا المقدار هيبقى كبير، فيبقى عبارة عن 11 7 9 4 2 3 سيمنز، ما تنساش الوحدة برضو. الواي هنا هتبتدي واحد على المقدار ده، فيطلع لحضرتك عبارة عن 18 0 3 سيمنز. تيجي تجيب الواي هنا تطلع عبارة عن 25 5 3 1 سيمنز. بعد ما جبت الوايات بتجري تجيب الواي الكلية، فتقول ان الواي الكلية هتبقى عبارة عن الواي بتاعت الايه زائد الواي بتاعت البي زائد الواي بتاعت السي، تطلع لحضرتك عبارة عن 55 3 5 5 سيمنز. نجيب التيار بقى اللي الاي اي بي شارك بيه، والتيار اللي الاي بي والتيار الاي سي، ده يبقى عبارة عن الاي بنك مضروب في الواي ايه على الواي بي. معايا الواي ايه معايا الواي بي، وده هيبقى مضروب في الواي بي على الواي بي، وده في الواي سي على الواي بي. ده كله معايا هي ناقصنا هنا اللي انا عشان اجيب الارقام دي اللي انا اروح اجيب الاي بنك. الاي بنك احنا ما قلناش الحمل بتاعه عباره عن ايه، لا الراجل قاله لنا ان الاي بنك عباره عن 400 كيلو فولت امبير. فانت تيجي تقول لي عند عايز تجيب التيار اللي هيبقى مسحوب منه، اقول لك اه، تقول لي الاي بنك هتبقى عباره عن 400 في 10 اس 3 على 480، ده كماجنتيود. لو انت عايز تجيب عايز تجيب الزاويه بتاعته هتبقى سالب كوزاين ماينس 1 الباور فاكتور اللي هو مديهولك. يهمني الماجنتيود عشان بشوف اللي هيحصل اوفرلود ولا لا، يطلع 833 و33. حط الرقم ده هنا وهنا وهنا ونحسب الارقام، هتلاقي ان الاي اي بيشارك بكام والاي بي هيشارك بكام. الاي اي هيشارك عند حضرتك ب 177 5 5 امبير، الاي بي هيشارك عند حضرتك ب 271 4 3 3 امبير، الاي سي هيشارك مع حضرتك ب 384 3 4 امبير. عشان نحكم بقى القيم دي خدها كده في دماغك وحافظ عليها، وتعالى نرجع ورا. احنا مطلعين الاي ريتد هنا بكام؟ 208 صح كده؟ هنا اتسحب 177، اقل ولا اصغر؟ اقل، يبقى تمام. خش على اللي بعده، مطلع الاي ريتد هنا بكام؟ ب 347، وانت سحبت منه كام؟ 271، تمام ولا مش تمام؟ تمام. خش على اللي بعده، هنا 384 وهو الريتد بتاعه عبارة عن 520، يبقى التلاتة بما انهم اقل من الريتد يبقى الكونكشن ده يشتغل وما يحصلش اوفر لود ولا يحصل اوفر هيتنج. مسائل تانية بتديها لك بيحصل فعلا عليها اوفر لود اوفر هيتنج، نحاول اللي احنا نحلها. ولو انت معرفتش تشوف ليها مثال هتلاقي ان العملية، لو انا ما شرحتش ليها مثال في الفيديو ده يعني وانتقلت لجزئية تانية، فبيبقى عند حضرتك الموضوع سهل وبسيط، حل وتابع معايا مفيش اي مشكلة. وبكده يبقى احنا جمعنا كل الافكار على البند ده، سواء نلخصهم قبل ما ننتقل لبند تاني. عند حضرتك الافكار بتكون كالاتي، ان هو يجيب لك حاجه كهاي سايد ويقول لحضرتك الاي اي هيشارك بكام، الاي بي هيشارك بكام، الاي سي هيشارك بكام، وهكذا. ويبتدي ان يقول لحضرتك هل هيحصل اوفر هيتنج ولا مش هيحصل اوفر هيتنج. زي ما انا ما قلت لك، بعد ما بتعوض بقانون المشاركه بتروح تقارن الاي اي ريتد وتقارن الاي بي ريتد وتقارن الاي سي ريتد. طالما انت في الرينج التمام يبقى ما تقلقش من اي مشكله. عند حضرتك اللي انت لما بتسكر زوره اللود او السكندري بتضطر ان انت تنقل كل حاجه للسكندري، تروح تجيب دي سكندري ومنها تجيب الواي، وبالتالي تجيب الواي بي وبرده تجيب المشاركه وتشوف هل هيحصل اوفر هيتنج ولا مش هيحصل، وهكذا. برضو الفكره اللي بعد كده لو انت بتتكلم ان الزد بي ثابته، يعني الاس بتاعتك ثابته والترن ريشيو ثابته وبنشتغل عند البيز امبيدنس ثابته، ممكن تشتغل بريونت الزد بتاعتك وتجيب منها الواي بريونت وتطلع كل القيم، والموضوع بالنسبه لك هيبقى كويس. الخلاصه اللي انت خدتها من هنا لما حضرتك بتبتدي اللي انت تربط محولين الاس بتاعتهم بتبقى مختلفه، ان ممكن يحصل عند حضرتك اوفرلود على الترانسفورمر الصغير
وان الترانسفورمر الكبير تلاقيه ان هو بيشارك بحاجة معينة. فالنصيحة يا ريت تربط الاس بتاعتهم متساوية والترنز ريشيو عشان تمنع السيركيوليتنج كارنت، وان الزد بيرسنت تكون مظبوطة بحيث ان التيارات تبقى مسحوبة من كل واحد متساوية. وهي دي المغزى من الشابتر ده لحد الان. بعد كده ممكن ان احنا ننتقل لجزئية تانية اللي هو بند رقم 3-8. بند رقم 3-8 بيتكلم على الانرش كارنت اللي بيتم جوه عند حضرتك في الترانسفورمر. من المتعارف ان الترانسفورمر الدايره بتاعته تبقى مكافئه الار ال سيركت. الار ال سيركت لو انت جيت خدت كده وحطيت سويتش وحطيت ادي ار وال، طبعا كبار الكترونكس اتعاملت مع حاجه زي كده مش اول مره تسمعنا. السويتش ده المفروض ان هو مش هيفضل مفتوح للابد، مصيره انه هيبتدي يقفل. عند حضرتك قلنا لما التيار بيبتدي يقفل هتلاقي ان التيار كفانكشن في الزمن بيبقى عباره عن اتنين كومبوننت، الستيدي ستيت وحاجه اسمها الترانزنت. الترانزنت دي بنسميها هنا الانرش كارنت، او ساعات بيسموها السورس فري ريسبونس. يبقى السورس فري ريسبونس او يجي يقول لك الترانزينت او يقول لك الانرش كارنت هو بيتكلم عن الجزء ده. الستيدي ستيت بيبقى عند حضرتك بنسميه الفورسد ريسبونس، اما ده بنسميه السورس فري ريسبونس عشان لو جاب لك المسمى الرخم ده. طب الانرش كارنت بالنسبه لحضرتك الجزء بتاع الترانزينت ده، الجزء بتاع الترانزينت متعارف ان الماجنتيود بتاعته ممكن يوصل ل 25 ضعف الريتد. يعني لو الريتد 10 امبير ممكن توصل في البدايه كده ل 250 امبير، والكلام ده بيتم خلال من 5 ل 10 سايكل. بيحصل عند حضرتك مجموعه ترانزينت كده لحد ما هي تعتدل وتلاقيها ان هي اصبحت على الترانزينت، واول ما يثبت عند الترانزينت خلاص هو بس المقدار ده في حوالي 5 ل 10 سايكل بيحصل عند حضرتك الجزء ده. طبعا طالما ان المقدار بتاعه كبير كده لازم نظبط الفيوزز والسيركت بريكر اللي احنا نخلي التايب بتاعها يقدر في خلال ال 15 سايكل يستحمل ال 250 من غير ما يحصل اكشن. اما بعد كده لو الموضوع طول يبتدي ان السيركت بريكر المفروض يفصل ويحمي الدايره بتاعتك. يبقى انت فاكر لما كنا بنشرح سيركت بريكر قبل كده نقول طيب ايه، طيب بي، طيب سي، طيب دي، ودايما يقول لك المواتير حط معاها او الترانسفورمر حط معاها التايب سي. اشمعنى التايب سي؟ بيبقى مؤهل لو انت مثلا انت شاريه اصلا هو عباره عن 64 امبير، ممكن يستحمل لحد فوق ال 64 امبير لزمن معين. اما لو انت كنت جايبه تايم كده لو لا اكبر من ال 64 يروح فاصل. طب ما هو الموتور في البدايه ولا الترانسفورمر في البدايه كده مش كل ما يجي يقوم هتلاقيك ان انت بتفصله، فخلاص الجزء ده عدينا عليه. طب قيمه الانرش كارنت بتعتمد على ايه بحيث ان انت برضو لو جالك حته نظريه؟ الانرش كارنت بيعتمد على حاجتين اساسيين. اول حاجة عند حضرتك الماجنتيود والفيز انجل بتاع موجة الفولتج. يعني ايه يا باشمهندس؟ انت عارف ان الساينوسويد ولا كده عند حضرتك هل المفتاح ده قفل وانت هنا، ولا هل المفتاح قفل وانت هنا، ولا هل المفتاح قفل وانت هنا؟ الموضوع ده كله بيأثر جامد. طب ايه تاني اللي هيفرق معاك؟ الماجنتيود والدايركشن بتاع حاجه اسمها الريزيدوال فلكس. فاكر الريزيدوال فلكس اللي هو التيار الفيض المتبقي او الفلكس المتبقي في حاله لما كنا بنيجي نرسم البي اتش كيرف؟ ساعتها لما كنت بتيجي ترسم البي اتش كان على الرغم ان الاتش بيساوي زيرو ان اللي بيفضل عند حضرتك بي ده اسمه ريزيدوال فلكس. ده بيأثر معانا؟ اه بيأثر معانا. تعال نشوف الاحتمالات بتاعت التأثير. قلت لك الموجه بتاعت الساين ويف بتبقى كده. لو حضرتك قفلت في الوضع ده اللي هو انت واقف على الماكسيمم بالنسبه للجهد، ويكون اتجاه الريزيدوال فلكس عند حضرتك اتجاه الريزيدوال فلكس عكس اتجاه الفلكس اللي ماشي في الكور، ساعتها ان انت عند حضرتك الانرش كارنت نقدر نقول ان هو بيساوي زيرو، مفيش انرش كارنت. امتى؟ لو انت قفلت في اللحظه اللي عند حضرتك السويتش عند حضرتك واصل للماكسيمم بتاعك، وكمان ان الريزيدوال فلكس عكس الفلكس اللي ماشي، او مش موجود ريزيدوال فلكس اصلا، فساعتها الانرش كارنت مش موجود. طب امتى يبقى اعلى قيمه؟ لو ابتديت اللي انت تقفل في اللحظه ديت ان الفولتج عند حضرتك بيساوي زيرو وان الريزيدوال فلكس في اتجاه الفلكس اللي ماشي في الدايره، يروح مديك ماكسيمم انرش كارنت. طب الانرش كارنت كمان بيزيد مع الاحمال الاندكتيف. اما الاحمال لو حاله ان هي تبقى ريزيستنت بس او كاباستورز او ريزيستنت وكاباستور، بتلاقي ان الانرش كارنت قيمته بتكون صغيره عن الانرش كارنت في حاله الاحمال الاندكتيف. ده كل الكلام اللي انت كنت محتاجه على الانرش كارنت اللي هو ايه وعبارة عن ايه وهكذا. بعد كده ممكن نتنقل ليه البند 3-9. بند 3-9 بيتكلم عن الهارمونيكس اللي بتتم في الترانسفورمر نتيجة الاكزايتنج كارنت.
الهارمونكس عامة هي بتبقى عبارة عن مضاعفات لتردد الموجة. يعني انت لو الموجة بتاعتك كده التردد بتاعها 50، بنقسم الهارمونكس على حاجات كتير. حاجة بنسميها الفاندمنتال بتبقى نفس الفريكوانسي بس الماجنتيود بتاعها مختلف، وحاجة بنسميها مثلا السكند هارمونيك، وممكن يبقى السيرد هارمونيك، وهكذا. بتبقى مضاعفات للتردد، يعني 50 100 150 200 250. طب الكلام ده كله الهارمونكس بيتم ازاي في السيستم؟ وجود نون لينير، ده انا بتكلم بقى عن الهارمونكس بصفة عامة، وجود اي حاجة حمل نون لينير يخلي لحضرتك تظهر الهارمونكس دي. طب انت بتتكلم كاكزايتنج كارنت وترانسفورمر وكور، ايه النون لينير اللي يخلي لك يظهر الهارمونكس؟ قال لحضرتك ان الفيرو ماجنيت الكور ده هو عبارة عن ليه خصائص نون لينير كاركترستيك. فطالما ليه خصائص نون لينير كاركترستيك، ده بيؤدي لايه بقى؟ بيؤدي لحضرتك هو انت الكور ده لما انت مش محمل اكزايتنج كارنت ده عشان تسمع اسمه يبقى انا فاتح السويتش. جميل، مين اللي بيبقى ماشي الاكزايتنج كارنت؟ اللي هو عبارة عن الاي اف اي زائد الاي ام، طبعا زائد جي لو انت بتتكلم كمتجهات، صح كده؟ الاي اف اي كور لوسس كومبوننت ما تهمنيش، انا يهمني الجزء بتاع الماجنزيشن، يعني يهمني الاي ام والفاي ام. يقول لك النون لينير كاركترستيك بتاعت الفيرو ماجنتيك كور بتخلي لك ان الاي ام عند حضرتك ان الموجه بتاعته تبقى نون ساينوسيدال، فيها تشوه، على الرغم ان الفاي ام بيبقى ساينوسيدال، فيروح ناشئ عند حضرتك الهارمونكس اللي موجوده في الاكزايتنج كارد. طب الهارمونكس زي ما انا ما قلت بتبقى مكونه من كذا كومبوننت، اللي هو الاي 1 زائد الاي 3 زائد الاي 5 زائد الاي 7. قال لي يا باشمهندس انت سبت الاثنين وسبت كذا، الايفنت كومبوننت كهارمونكس مش مؤثره، يعني لما بنيجي نعمل لهم سميشن كلهم اصلا بنلاقيهم نسبتهم ضعيفه جدا، ولكن واحد وثلاثه وخمسه دول بيبقوا يعتبر الدومينيت، اللي هم اكتر قيم بتاثر عند حضرتك في السيستم، اللي هو الفاندمنتال والسيرد والفايف والسيفز. ده كل اللي انت عايز تعرفه كهارمونيك. طب الهارمونيك خلاص تواجده ممكن يأثر على السيستم اللي حوالينا بإيه؟ بيأثر دايما على الكوميونيكيشن اللي حواليك، لأنه بيعمل انترفيس ما بينهم، اللي هو يحصل عملية تداخل ما بين الموجة اللي بتتنقل ككوميونيكيشن والهارمونيكس اللي موجودة عند حضرتك في الإكزايتنج كارنت نتيجة النون لينير كاركترستيك بتاعة الفيرو ماجنتيك كور، أدى إلى إن الأي إم يبقى نون ساينوسويدال والفاي إم يبقى ساينوسويدال. فبما إنه الأي إم ابتديت اللي انا افك الكومبوننت بتاعته، ما دي تقريبا بيساوي الاي ام، وده الجزء الخاص بالهارمونيك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبالتوفيق ان شاء الله، وانتظروا الباقي الشابتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبالتوفيق ان شاء الله، وانتظروا الباقي الشابتر. ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا.